أهلا بكم مجددا في هذه التغطية المستمرة والمتواصلة من قناة البلاد للجمعة التاسعة من الحراك الشعبي المتواصل في الجزائر. حراك في الشارع وفي قصر المرضية، مشاورات بدأها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مع شخصيات حزبية وكذلك وطنية بهدف تنظيم ندوة تشاورية برسم هذه الأزمة يوم الاثنين، ومن بين مخرجاتها الحديث عن انتخابات الرابع جويلية وتقديم كل الضمانات من أجل نزاهتها، وكذلك محاولات لإقناع الشعب الجزائري بإجرائها، ولكن عن طريق شخصية وطنية حزبية وسياسية وقانونية، بل حتى نشطاء بحسب ما جاء من شكل رسمي من رئاسة الجمهورية، نشطاء من هذا الحراك. هل ستكون هذه الخطوة كافية لإقناع الجزائريين بالتغيير الذي كانوا ينشدونه؟ من أجل إثارة الموضوع أسعد باستضافة الأستاذة شلاح نسيمة، وهي أستاذة في الإعلام. صباحك سعيد وأهلا بك. صباحك أسعد أخي رضوان، شكرا على الدعوة. مصطفى ميسي الكاتب الصحفي، أهلا وسهلا بك مصطفى. وصلت متأخرا لكن الحمد لله وصلت. طيب، هذه أصلا هي انطلاقة أنه الجزائر العاصمة تعرف الآن نوعا ما صعوبة في 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 في, في الحركة، صحيح؟ صحيح، في مداخلها ومنافذها. حركة الجزائريين هذه الجمعة الثانية التي يحدث ذلك، والكثير من الطرق كما علمنا مغلوقة في وجه الجزائريين، أو أن الدخول إلى العاصمة يعني يتم بصعوبة كبيرة. لقد انتظرت في حاجز على مستوى باب علي لأكثر من 45 دقيقة حتى فتح الطريق وفتحت حارة وحيدة لمرور السيارات إلى غير ذلك، وكان هذا فيه الكثير من الإهانة للجزائريين، الكثير من المتاعب سبب هذا الحاجز إلى غير ذلك. لسنا ندري إذا كان هذا يعني يحمل رؤية سياسية ما لما هو ممكن تقديمه من حلول سياسية للجزائريين، أم أن هذه إجراءات تقنية تتخذ في مستويات لسنا ندري ما هي ولماذا. طيب، أترك العاصمة جانبا، يلا نتحدث عن 47 ولاية أخرى. طيب، حتى في المهجر إذا أردت ذلك، الحراك مستمر والشعارات مستمرة التي تطالب بالتغيير، وآخر ما وصلت إليه هو رحيل باءين على الأقل بن صالح وبدوي وإن شئت بوشارب معه فلا مشكل. هنا فيه منطق شعبي، منطق يفرضه الحراك، وهناك منطق آخر تابعت أنت بالأمس لقاءات رئيس الدولة مع شخصيات وطنية وحتى حزبية، والتحضير لندوة يوم الاثنين من أجل تعالوا لنتحدث عن الانتخابات الرئاسية. يعني هل نحن هناك واقع وهناك أمر واقع وقفز على الواقع؟ نعم، هناك على ما يبدو بقراءة سلوك السلطات العمومية لحد اليوم، يمكن قراءة ذلك على أنه أجندة غير معلنة لمحاولة الخروج من هذه الأزمة، ولكن ما هو واضح لحد الآن لم تقدم السلطة أي رؤية شاملة متكاملة للخروج من هذه الأزمة. كل ما تم هو في إطار المادة 102، ثم وعود بتطبيق المادة 7 والمادة 8، ثم استقال رئيس المجلس الدستوري وعوض يعني بعد ساعات قليلة إلى غير ذلك. كل هذا لا يعطي للجزائريين صورة عن تصور متكامل، تصور سياسي للخروج من الأزمة. عندما نقرأ أن رئاسة الجمهورية ستنظم ندوة يوم الاثنين المقبل وسميت تشاورية، أولا هذا غير معلن بشكل يعني مسبق قبل بدء الرئيس بن صالح استقبال عدد من الأشخاص أو الشخصيات. ثم ربما مصطفى كان قد ضمنها في خطابه الأول عندما تحدث عن تنظيم تشاور بغية إيجاد هيئة جماعية تقريبا، إذا كان هو ما يقصده. ولكن العادة هي إعلان أنه سينظم شيء أجندة،
وأنه رئيس الدولة سيشرع في القيام باستشارات واسعة لشخصيات وطنية لأحزاب سياسية إلى غير ذلك. هذا لم يتم. ما هي الغاية من تنظيم هذه الندوة؟ لا نعرف، لا نعرف بالضبط ماذا. على الأقل رسميا لم يعلن أي شيء واضح عن هدف. طيب بالأساس الآن من توجه له الدعوة سواء كان شخصية وطنية أو ناشطا في الحراك أو رئيس حزب أو حقوقي أو دستوري قانوني، برأيك خطوة قبول والذهاب إلى هذه الندوة أو إلى رئاسة الجمهورية هل هو مدان شعبيا؟ البعض يقول لك لا، يعني لا حرج في أن تذهب إلى رئيس الدولة وتقول له مرة أخرى، ربما لا تصله الصور أو لا يصله هذا الصدى وهذا الصوت الشعبي، بأنك مرفوض شعبيا ولا يمكن أن تكون جزءا من الحل وبأن الانتخابات ليست حلا. هناك في هذه الحالة طرفين. طرف شعبي الموجود في شوارع الجزائر في مسيرات الجمعة أو في غيرها من الأيام، سواء في الجامعات أو في أماكن أخرى، سواء النقابيين أو غيرهم من الفئات الاجتماعية التي أعلنت رأيها بشكل واضح أنها لن تشارك مع السلطة في أي نقاش أو في الإعداد لأي شيء. هناك الأحزاب السياسية، ما أعلم أنه ربما غالبية الأحزاب لن تشارك في مثل هذه اللقاءات لأنها تلتقي، حتى وإن ذهبت إلى بن صالح لتقول له أنت مرفوض ولا داعي للانتخابات وها هو الحل سياسيا. متوقع أن تذهب بعض الأحزاب وهي قد تشكل امتدادات معينة شعبيا للصورة. مرفوض سياسيا ألا يكون مقبول؟ لا أعتقد، لا أعتقد سياسيا على الأقل الأغلبية من الأحزاب السياسية إلى غير ذلك التي تلتقي كل أسبوع وتصدر بياناتها إلى غير ذلك، على ما أدرك وأفهم أنها لن تشارك في مثل هذه اللقاءات، لأنه على الأقل عندما نتساءل عن الغاية الهدف وعن الفرق بين الندوة التي اقترحها الرئيس السابق في ورقة التي أعلنت إلى غير ذلك تنظيم ندوة للإعداد لدستور جديد والانتخابات ولي هل ما الفرق بين هذه الندوة التشاورية وتلك الندوة؟ طيب أستاذة شرلاح نسيمة، أنت أستاذة في الإعلام، حتى الآن كيف تصنفين ما تعيشه الجزائر من هذه أزمة؟ في شارع يرفض رئيس الدولة هذا، يرفض كل ما له صلة بالرئيس السابق ونظامه أيا كان في أي منصب متقدم، وفي جهة أخرى هناك اجتماعات وصالونات ومشاورات وانتخابات، الآن رسائل غير مفهومة، اتصال لا يتم بشكل جيد، أم هي أزمة ماذا؟ أزمة اتصال فهم أم ماذا؟ في الحقيقة هي يعني حسب ما يحدث في الواقع الجزائري من صراعات، يعني هناك حبل يشده من جهة الشعب الجزائري الذي هو موجود بالشوارع والذي يقوم بحراك كل جمعة، وهناك بعض أطياف المجتمع التي تقوم يعني مثلا طلبة يوم ثلاثاء، وهناك يعني محامين وقضاة إلى آخره. هؤلاء يعني الشعب برمته يرفض، يعني يرفض بقايا النظام ويرفض كما طالب بسقوط أو بانسحاب الباءات الثلاث. وهناك في المقابل رئيس دولة الذي تقلد يعني هذا المنصب بموجب المادة 102 من الدستور، والذي هو يعني قال في خطابه الأول يعني يوم أن تبوأ هذا يعني هذا المنصب، قال أنه لديه مهمة محددة وهي الوصول إلى انتخابات رئاسية، والشعب هو الذي يختار رئيسه، وبالتالي هو يحاول من جهته يعني فتح مشاورات والاستماع إلى مختلف يعني أطياف المجتمع من جمعيات، من أحزاب سياسية، من شخصيات وطنية لإيجاد الحلول. وهنا نحن في خطين متوازيان لا يلتقيان، وهذا هو يعني لب الأزمة الحالية. وبالتالي كان على بن صالح رئيس الدولة إذا أراد القيام
القيام بهذه المشاورات، فعليه أن تكون بمباركة الشعب ومثلا أن يحاول الاتصال بهذه الشخصيات، مثلا شخصيات وطنية، أن تتشاور أو تكون وسيلة اتصال. في الغالب شخصية وطنية هي وزير دولة سابق في صورة أبو جرة السلطاني، أو وزير داخلية سابق في صورة دحولت قبلية، أو صورة محامي بلغ من العمر عتية ولا كاد ينطق أصلا جملتان متتاليتان، ولكنه يقدم كشخصية قانونية وحقوقية ووطنية. في الغالب هي شخصيات أرشفية، يعني تحيليننا إلى المشاورات بن صالح وإلى مشاورات ويحيى، كانت إلا مع رئيس المجلس الإسلامي الأعلى رحمه الله الشيخ بو عمران وذلك، هذه الشخصيات التي تتشاور معها السلطة. هذا سيكون مقبول من هؤلاء الذين هم شباب في الغالب. يحبذا أن تكون شخصيات وطنية يعني يرغب فيها الشعب ومحبوبة لدى الشعب، مثلا تكون مثلا المجاهدة جميلة بحيرد، أو تكون يعني مثل الرئيس السابق يمين زروال، مثل بن بيطور رئيس الحكومة. هناك يعني كثير من الشخصيات المحبوبة لدى الشعب. يحبذا مثلا بعض الشخصيات التي تتحدثين عنها، وحلوك إلى شخصيات موجودة الآن في ساحة البريد المركزي، بعض انطباعات الشباب والحاضرين هناك في الحراك مع مقتطف منها على الأقل. الحراك التاسع ما زلنا نطالبوا ما نحبسوش خلاص، ما نخبسوش خلاص كما نقولوا، وعلى الناس ما نزيد الثقة في ربي سبحانه والشعب تاعنا هذا، الشعب تاعنا هذا، وانا مصطوبين من الجيش هنايا، انا كنت في التسعينات وما زلت نخدم بلادي لحد الان، ما عندي حتى فرنك، انا مسكين، هذا مش هذا كاع جزائري، بربي ان شاء الله نحيهم كاع بن صالح كامل الناس، وتحية الجزائر وربي يرحم الشهادة. حنايا الشعب الجزائري، فخامة الشعب الجزائري، دائما ما زلنا في المطالب تاعنا وهي الاستقالات، كل هذا الباءات يتنحوا كاع، كلهم يتنحوا، كل النظام الفاسد وفلول النظام، من بينهم الأحزاب، بعض الأحزاب وبعض رجال الأعمال. احنا المسؤولين هذو اللي هم يجوا راهم مايحين في الكراسة، هم يقولوا جينا نخدموا البلاد. احنا البلاد اللي تخدموها هي مستحقتكم تفدوا الباقاج تروحوا. الاولى يتنحوا كاع، الزوجة سي ست جوناس، احنا نقولوا للنظام ولا اللي راهم في النظام يخليو ست جوناس دو بروندر لو فلوبو، سي لور طون، سي لا جوناس الجزائرية دو بروندر لو فلوبو et de construire une Algérie meilleure et une démocratie majeure et vive Chabiba ou à l'akhir huma etla. طيب مصطفى صاحبنا الثاني والثالث قال لك هؤلاء يقولون بأنهم عندهم مسؤولية والبلاد تحتاجهم، البلد تحتاجهم، فليقدموا لنا خدمة، فعلا البلاد تحتاجهم وهي أن يستقيلوا. سهل يعني، خدمة جدا بسيطة. الآن برأيك السلطة لا تسمع لهذا الكلام أم أنها لا تسمع ولكن تخالفه؟ هل بقي الجزائري يشك الآن في أن بن صالح يعرف بأنه غير مقبول شعبيا كرئيس دولة؟ الآن هل هو لا يسمع أم لا يمكن أن يقرر، أم والله لا هو الحرص على سيرورة الدولة وبأن لا نترك هذا البلد في فراغ وأن نلتزم حرفيا بالدستور؟ يقول لك البعض ليس الأمر بهذه السهولة أن يستقيل بن صالح ويذهب إلى بيته وانتهى وكأنه ورث دكان أو مزرعة حتى يتركها هكذا خلفه. يقول لك هذا بلد وفيه مؤسسات وينبغي في جميع الأحوال أن يسلم هو لرئيس منتخب السلطة، ليس الأمر بهذه السهولة. صحيح، هو منطق عام ينبغي أن نبدأ من البداية. الإشكالية التي طرحت هي إشكالية سياسية، والمشكلة اليوم هي مشكلة سياسية بالأساس، ليست أزمة دستورية حدثت داخل نظام حكم استقالت أغلبية برلمانية أو أغلبية برلمانية تعاني، الحكومة تعاني من معارضة داخلية إلى غير ذلك. لا، المسألة اليوم هي مواجهة بين نظام سياسي منتهي الصلاحية وبين الجزائريين، غالبية الجزائريين. الردود التي قدمت للجزائريين ومطالبهم واضحة. صحيح أنه علامات الاستفهام التي طرحتها مرات ومرات ومرات في مثل هذه اللقاءات ويطرحها الجزائريون، مطالب الناس واضحة. هناك من الأحزاب السياسية من فهمت هذه المطالب واقترحت مخارج. هناك الكثير من
المحللين إلى غير ذلك تبنوا بعض المخارج من بينها مرحلة انتقالية إلى غير ذلك، لكن علامات الاستفهام هو حول سلوك السلطة لحد اليوم. لماذا هذا السلوك؟ لماذا هو غير متطابق مع مطالب الجزائريين؟ لماذا هو لا يعطي الانطباع بأنه يتجه باتجاه تلبية مطالب الناس كما يقول الخطاب الرسمي في عدة مناسبات؟ فهي علامات استفهام. من بين الردود المحتملة هو الانسداد الذي تحدثنا عنه منذ 2014 في النظام السياسي، وأنه لم يعد يستطيع إنتاج الحلول، وأنه لا ينتج إلا الأزمات، والأزمات تتراكم في حياته دائما من دون أن تجد أي حل منطقي سياسي أو سياسي دستوري. لابد من إيجاد حل، لابد أن يكون هناك حل. ما هو الحل؟ أقول لك أن الحل الوحيد هو الذي يتطابق كلية مع مطالب الناس. كيف ذلك؟ هذا الموضوع ليس تقني، لابد من توفر إرادة سياسية واضحة معلنة للجزائريين أن هناك استعداد للذهاب إلى حل. ما هو هذا الحل؟ إذا استمر انسداد النظام، عدم تقديمه للحلول الحقيقية، لماذا يستقيل رئيس المجلس الدستوري ولا يستقيل رئيس الحكومة ولا يستقيل رئيس الدولة ولا يستقيل فلان أو علان إلى غير ذلك؟ وبالتالي المسألة ليست تقنية. هذا ماذا؟ هذه استقالة فلان وعدم استقالة فلان، هل هي تكتيك معين؟ هل هي استراتيجية أم لا؟ أنها حلول للأزمة فعلا؟ أن استقالات ترتب الاستقالات. هناك من قال لك خطة أن يستقيل بالعيس أولا ويعوض بفديش، ثم هكذا حتى إذا استقال بن صالح ومعه بدوي على الأقل. هناك دائما هذه الصيرورة، البعض يقول لك نحن في حرص على عدم القيام بقفزة في الهواء هكذا غير محسوبة العواقب. رضوان، قلت لك في البداية أنه لو قلنا للجزائريين من أول يوم في خطاب رسمي هذه هي المراحل للوصول إلى حل سياسي متكامل، ونعد الجزائريين بتطبيق المادة 7 و8 بالشكل التالي، هذا مقترح للنقاش وإلى غير ذلك، قد يكون قابل للتعديل في بعض جوانبه، لكن لحد الآن ليس هناك عرض سياسي جديد من السلطة قدمته للجزائريين تلبية لمطالبهم السياسية الواضحة. أستاذ، في الاتصال أشر لح نسيمة، يعني الآن لو خرجت أي جهة، تحدث مصطفى عن وجود حلول في النهاية، لو خرجت أي جهة من أجل أن تقدم الآن أنه هذا حل، قد يقول لك البعض في الغالب تكون المؤسسة العسكرية أو ما يسميه البعض النظام أو سميه كما تريدين، أو الضامن أو من يسير البلد الآن أو من يضمن هذا الاستمرار على الأقل مؤسسات الدولة. لو عرض هكذا أسماء وطيب استقال بن صالح وغيره، وعرضنا 5 أسماء من أجل مرحلة انتقالية، كيف نفهم بأن هذا الحراك قد قبل؟ يعني يخرج مثلا يرفع الصور تحت الناس ويهتف، يعبر عن فرحته ويرقص، فنقول أنه موافق أم ماذا؟ الشعب يعني حسب المادة 9 يعني هو مصدر 7 هو مصدر يعني كل سلطة، وبالتالي الشعب هو يعبر عن آرائه وعن مطالبه كل جمعة في الشارع، وهو يعبر صراحة وضمنا من خلال لافتات يعني مقروءة يقرأها العام والخاص. والمشكل أنه حتى العالم يعني العالم بأسره هو فخور بهذا هذه المسيرات السلمية للجزائريين، وفهم رسالة الشعب الجزائري وماذا يريد الشعب الجزائري. فكيف يعني في داخل الجزائر ومسؤولين جزائريين وهم من أبناء الشعب الجزائري لا يفهمون هذه الرسالة؟ يعني نحن في مرحلة أخرى، في عهد جديد، مرحلة تاريخية، يعني الشعب الجزائري يعني سكت يعني صمت لأعوام طويلة، يعني أكثر من
20 سنة، وهو الآن يعني استرد صلاحيته وسلطته لأنه صاحب كل سلطة، وبالتالي هو يعبر صراحة ولا تحتاج يعني إلى أي تفسير أو يعني يعبر صراحة عن القضية. يعني هذه المسيرات وشعاراتها وردود الأفعال تجاه القرارات هي كافية لأن نفهمها. نعم هي كافية، يعني استقال بوتفليقة ابتهجوا، نعم. عين بدوي خرجوا، معناها هذه المؤشرات التي نبني عليها، نعم. وليست أشياء أخرى. نعم المسيرات يعني هم يعبرون بهذه الطريقة السلمية عن مطالبهم. والشباب الجزائري يعني بعدما هم مشى سنوات وأعوام طويلة وأصحاب الكفاءات وأصحاب الشهادات الجامعية وعانوا من البطالة ومن التهميش، الآن يعني يطالب الشباب الجزائري أن يسترد مكانته ويسترد يعني حقه في أن يحكم زمام بلده بأيديه. فهناك الكثير من الشباب أصحاب الشهادات لديهم أفكار، إذن نحن يعني الآن نبحث عن حلول ولا نجد الحلول، أو على الأقل النظام الحالي لا يجد الحلول، ولكن هناك شباب لديهم أفكار لديهم طموحات. اتركوا لهم المشعل، اتركوا لهم مسؤولية، واتركوهم يبادرون ويحكمون زمام أمرهم. يعني نعم. يستقيل بن صالح الآن ويقول لكل هؤلاء الشباب ادخلوا إلى قصر الرئاسة بهذه الطريقة؟ يعني لا، يعني هناك مراحل. نعم هناك مراحل، يعني نحن نمر عبر مراحل، وانتهت يعني مرحلة مضت انتهت من النظام السابق، الآن نحن في مرحلة انتقالية. يعني مرحلة انتقالية تأخذ يعني مدة من الزمن وتكون عبر مراحل، ولكن من يبحث عن مشاورات لابد أن يأخذ مباركة الشعب وأن يأخذ ممثلين من الحراك. هؤلاء هم من يطالبون بالتغيير، فعلى الأقل نسمع لمطالبهم، ماذا يعنون بالتغيير، ما هي مطالبهم، ونحاول أن نستمع إليهم جيدا، أن نفهم رسائلهم وأن نلبي رسائلهم، لأن الشعب لما يقرر فعلى أي إنسان أن يستجيب، مسؤول أو أي طرف في النظام أن يستجيب لهذه المطالب. لا خيار لنا غير الاستجابة لمطالب الشعب الذي نقول إنه صاحب كل سلطة، وبالتالي علينا ليس يعني مجرد مادة في الدستور ولكن نطبقها في أرض الواقع. هناك الآن من يلوم تقريبا هذا الحراك، يقول لم يفرز قياداته، لم يفرز خارطة طريقه، لم يقدم 1-2-3 إذا استقال الآن بن صالح. كنا نقول لا يقدم 1-2-3 إذا استقال بوتفليقة، استقال بوتفليقة والآن موجود بن صالح. يعني خلينا نروح إلى السيناريو استقالة بن صالح، ثم ماذا نفعل؟ يقول لك الأمر ليس بهذه السهولة التي يتصورها البعض، لا يمكن أن نترك البلد هكذا لفراغ، حريصين جدا هم على استمرارية البلاد. نعم أكيد، يعني في بلد كحجم الجزائر لا نتركه يعني في مرحلة فراغ دستوري أو فراغ مؤسساتي، ولكن هم حاليا في هذه الفترة يعني يبحثون عن الحلول، يبحثون عن البدائل، يستمعون لمطالب الشعب ويستمعون لمطالب الشباب، يفتحون يعني هذه يعني الندوات التشاورية الوطنية يفتحونها لأكبر قدر من الأساتذة. نعم لا حتى يرفع على مسامعنا أذن والدهر ثم نواصل. حان الآن موعد صلاة الظهر بتوقيت الجزائر العاصمة وما جاورها. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. أهلا بكم مجددا في هذه التغطية المتواصلة من البلاد. تقريبا بقيت معنا 5 دقائق حتى نختم، لكن السؤال جدا مهم. الشعب يريد تغيير النظام، وسواء المؤسسة العسكرية أو رئيس الدولة يقول لك لابد من استمرارية الدولة، لا يمكن أن نسمح بهذا الانهيار المفاجئ، أن تصبح الجزائر بلا رأس سياسي. هذا سيناريو صعب وصعب للغاية، علينا أن نجتهد في إيجاد كل ما يمكن. فكرتين أستاذ رضوان. فكرة الأولى، إما استمرار النظام أو حماية الدولة. إذا تم اعتماد منطق استمرار النظام واتخاذ إجراءات قليلة في محاولة للإيحاء بأن السلطات العمومية تستجيب لبعض مطالب الحراك الشعبي، فهذا قد يعرض الدولة لمخاطر كثيرة. المسألة الثانية، النظام السياسي والسلطة التي تسيره تعلم منذ سنين طويلة أنه هذا النظام بلغ يعني حدا لا يمكنه أن يستمر، وأن مؤسسات الدولة تعرضت للكثير من الرداءة وأصبحت هشة ولا تستطيع الاستجابة لمطالب الناس، ولا تستطيع حتى إنقاذ السلطة القائمة، ولا تستطيع حتى إدارة النظام السياسي القائم بكفاءة عالية، سواء في اتجاه المواطنين أو اتجاه حماية مصالح الجزائر والجزائريين على المستوى الدولي. وبالتالي لم يكن هناك استعداد لأي تغيير. اليوم نجد أنفسنا أمام طرق منسدة، طريق الدستوري مسدود لأنه لا يستجيب للمطالب الأساسية للحراك الشعبي الجزائري الذي تغنينا كثيرا بأنه سلمي وحضاري وأعطى دروس للعالم. طيب، قدمت فكرة أن استمرارية النظام معناه تلاشي الدولة، وهذه صورة صعبة صعبة للغاية. لا نريد حتى أن نذهب إلى هذا الاحتمال، لا نريد. يعني نتمنى أن تسود الحكمة والتعقل، وأن هناك ما زالت شيء من الوطنية، شيء من حب هذه البلاد من أجل إنقاذها وإنقاذ طيب. بخصوص السلمية، كان تحدث رئيس الأركان أنه لن يسمح بإراقة قطرة دم تقريبا بين الجمعة الماضية وهذه الجمعة، لم نذكر كلمة
قطرة دم إلا في هذا البيان، وكأن هناك خشية من أن تذهب هذه السلمية إلى شيء آخر، خشية واقعية، خشية من أجل التخويف، خشية من مدروسة بمعطيات، برأيك؟ أنت أدخلتنا في قراءة النوايا، ولكن ما يهمني في الموضوع هو التزام سياسي واضح من الجيش الوطني الشعبي على لسان قائده يقول لنا إن الجيش مصمم على أن تراق قطرة دم واحدة، على أن لا تراق، على أن لا تراق قطرة دم واحدة من دماء الجزائريين، وبالتالي أنا أعتبره التزام، ولكن لتجسيد هذا الالتزام ينبغي أنا دعوتك لقراءة كلمة، ولكن أنت قرأت النوايا، وهذا في حد ذاته تحليل. تفضلي أستاذة حتى نختم نسيمة شرلح. أستاذة في الإعلام، خشية من إراقة قطرة دم واحدة، حتى اليوم لا يوجد هذا السيناريو، لكن أنا دعوته إلى قراءة المصطلح فذهب إلى قراءة إلى النوايا حتى السطور. هذا هناك من يقدمه كتحليل. النوايا، أنا اعتبرت أن الكلمة هي التزام سياسي وليس نوايا، وليست نوايا. وأنا انظر يعني تقريبا في هذا النطاق، ان المؤسسه العسكريه بقياده قائد الاركان قايد صالح حريصه على المصلحه العليا لهذا البلد، وعلى سلامه يعني كل المواطنين والشعب الذي يخرج للحراك، على بقاء يعني في نفس النسق، وهو سلميه الحراك، وهو ربما يدرك اكثر منا ان هناك تهديدات خارجية تترصد هذا الحراك. الوقت أستاذة والإعلام شرلح نسيمة، شكرا جزيلا لك. مصطفى ميسي الكاتب، شكرا لك. الجامع الجمعة التاسعة بأي سيناريو؟ هذا ما سنعرفه بعد ساعة قليلة، الأولى إلى الجمعة التاسعة. الجمعة التاسعة، هناك من يركز لأنه عندنا متغيرات جديدة أخرى. طيب، كنت معك الجمعة الثانية وفي الجمعة أول مارس. أول مرة إن شاء الله، وإن شاء الله لا تكون معي في جمعة عاشرة إن شاء الله. شكرا لضيفي، وشكرا لكل من شاهدنا. مع بقية الزملاء سوف تكون التغطية مستمرة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.